تحت شعار هيهات من الذل يواصل طلبة الدراسات العليا تظاهراتهم أمام جامعة بغداد للمطالبة بتوسيع المقاعد الدراسية وتكون على شكل 6 مقاعد للقبول العام و6 للقبول الخاص من أجل منحهم فرصة للحصول على مقاعد دراسية داخل العراق. نحن مجموعة من طلاب الدراسات العليا جئنا المرة الرابعة المطالبة بحقوقنا وهي أبسط الحقوق طبعا. السنة الحالية حدث فيها تقليص من قبل الأقسام العلمية في الجامعات وذلك بسبب التوسعات التي حدثت في السنة السابقة، منها إشغال مقاعد وتوسعة، وبالإضافة إلى التوسعة المؤجلة التي أثرت سلبا على قبولنا. وأيضا الرصانة العلمية الموجودة في الدراسات العليا داخل العراق هي أفضل من الدراسات العليا خارج البلد، لأنها دراسات هشة ولا تملك أي محتوى للارتقاء بالمستوى العلمي. هنا تطور المشهد وحصلت تصادمات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب من أجل الموافقة على توسيع المقاعد للدراسات العليا وانعكاسه الإيجابي الذي سيساهم في زيادة عدد الباحثين ويوفر العملة الصعبة للبلد وسيقضي الطلاب عند ذهابهم للدراسة في دول الجوار. يعني يؤسفنا التدافع اللي يحصل بين المواطنين، يعني بين طلبة الدراسات وبين القوات الأمنية. حقيقة احنا كلنا أمل نناشد، يعني جهتين نناشد القوات الأمنية يعتبرونه كأخوة لهم، ونتجنب هذا الصدام الحاصل. هي مطالب حقة ومطالب قبل ما تكون علمية هي إنسانية. اليوم الإنسان من يطور نفسه ومن يحب يكون روحه من ناحية العلمية هذا فخر للبلد، هذا استحقاق شخصي للبلد. خطواتنا السابقة باقين ومصرين على هذا موقفنا، ونطلب من القوات الأمنية أن ينظرونا بعين الأخوة والاحترام، لأن احترام متبادل. مطالبنا جدا بسيطة وتخدم المصلحة الوطنية، أنه العملة الصعبة لا تخرج إلى خارج العراق، تبقى داخل العراق، بالإضافة إلى أنه الطلبة يجب أن أرادوا أن يكملوا داخل العراق، وإذا خرجوا خارج العراق هناك كثير من الأمور قد تسبب لهم الأذى من مشقة الطريق والسفر وبذل العملة الصعبة خارج العراق. رغم حصول تصادمات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب يواصل طلبة الدراسات العليا تظاهراتهم للمطالبة بتوسيع المقاعد الدراسية. شبه سامي، قناة وطن، بغداد.